خويا عبدو اليوم عدلة وميناء الجزائر. عبوك حكيت لك على شعر شعرك علاش بس خويا؟ كاين واحد الدوسي ديما شعرك تنحى كي تسمعه صحيح كاين والله العظيم خابتي اخواتي الدوسي تاع اليوم شعرنا الحوار ودوب راح نولو كاع فراطس باسكو كي سباس دي شوز كي سون انكرويابل. حنا كنا نعرفوا بالعداله الجزائريه بالك انا سبيغ با كونفيونس الناس بزاف يعني الجزائريين يخافوا بالك من اوني بامي لي غار وداني بي او موند واحد يدخل تريبونا يدخل خايف راه نورمال واحد كيدخل تريبونا يدخل متحمس باش يجيب حقه. حنا اون جيري سي الكونترير وعلاش باسكو بوندون دي زاني يو دي ديراباج يو دي سكوندال وين الضعيف لقى روحو محقور والقوي لقى روحو محمي وزيد بدلو كثر. نعطيكم اون افير اليوم نحكوا عليها بريسيزيمون ثقه في الوقت ثقه كون توجور مي زامي جبنا لكم ان دوكيمون اون افير سبيسيال سمعوا مليح سي اون كروند افير اللي كايتي ايتوفي الناس حتى واحد ما حب يحكي عليها غار لي ميديا الجيران يحكوا عليها اون جامي فولو كو سيت افير لي زاجين يسمعوا بها. هذه يعيطوها لي بريز لافير دي بريزوني دو بور دالجي. واش صرا ندركم من الاول باش تفهموا مليح بطريقه يعني اون ريزومي لو بور دالجي. خويا مروان على بالكم باللي في 2008 دخل اون بارتي تاع البورت دالجي داتو مع متعامل اجنبي اللي هو اسمه دبي بورت دبي وورد بلوتو دي بي دبليو في دبي بورت وورد سي ان اوبيراتور مونديال. هادو اماراتيين عندهم يعني يكرو ميناءات يعني دي بور اترافيغ لو موند اونتي ويخدموا بهم سي اون ملتي ناسيونال اللي معروفه على كل حال دخلت بهم السوق الامريكيه. معليش كي دخلوا الجزائر داروا ان ابيل دوفر قال لك بور سيليكسيوني دي مانيوتونسيونير. لازم نعرفوا باللي هاي الورقه عندي قدامي لو بورت دالجي دوبي 95 كما يقول هذا لا بريسيزون تاع البورت دالجي يا دي لي مانيتونسيونال بريفي سونت اوتوريزي ا ترافاي بلي زونجون تاعهم يا باك لي سونتربريز بوبليك ميم لي بريفي يقدروا يدخلوا البور يخدموا اكسيتيرا اون ديزان دو سوسيتي براتيكمون ترافاي او سان دو بور سي اون اكتيفيتي امبورطون كي لحق البابور اللي يفوت دي مانيتونسيونال دي زونجون مي فراش نفهمكم جاب دار بالك وشايفين كيف كومون سا سباس بيرناج. دونك دوباي وورد داروا ان ابل دوف سور ان مارشي امبورطون كي تقلبوا بالعمله الصعبه سي براتيكمون 12 مليون دو دولار 12 مليون دورو فوالا نتعلموا باللغه بالعمله الصعبه باش تكون لا فالور تاع الاسواق 12 مليون دورو سي تري امبورطون. عداوا ان ابل دوف وربحوا ثلاث شركات في الشركات الشركات هذو نعطوا اساميهم كل شفافيه باش نعرفوا من الملف. الشركه الاولى هي صار ميتيجا لوجيستيك اورل ميلودي ولا صار ترانزيماكس لوجيستيك. هذو ثلاث شركات دو هذا المارشي الله يبارك مالوروزمون غير دو المارشي بدات المشاكل بداو يشتكوا قال لك لا تشيبا وما على باليش وعطا وكسيتيرا كسيتيرا ان ابيل دوف باش تقول واحد تشيبا يفو اون بروف ما عليناش بداو لي بروتيستاسيون كسيتيرا دبي وورد دي بي دي بي دبليو دي بي فوالا بلي دي بي دبليو في بور نو با ريبيتي شاك فوا دبي 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 قلت معاهم على سيليكسيوني كسيتيرا. المشكل سي كو اون انكيت ايتي انكلونشي pour déterminer ce qu'il y a eu corruption ou la machine corruption ou la peau de vin, etc. Mais qui a payé l'enquête? How le mushkil? L'enquête a été faite par le DRS. Alors, déjà à l'époque, ça commence en 2010, un certain colonel, le colonel Sofiane, il est marouf à l'époque parmi les hauts gradés du DRS à l'époque, le colonel Sofiane, c'était le chargé de la retraite. Tu vas tout comprendre, je vais te retraite. Heureusement, la retraite existe encore. Sinon, je vais me faire ça dans le bled. Donc, colonel, le 21 mars 2010, il va voir tout ce qui est la surveillance des ports et des aéroports. هكذا il était vraiment très influent كان عنده pouvoir تاعو كبير. بون بدا كومون il a commencé à les auditionner convoqua واحد طروا لك convoqua un certain nombre de personnes جاو العنطر باش يدير معاهم des enquêtes etc. عنطر وين يخدم لاجون دوبل زيرو باش تفهم مليح اجماع كي راحوا تما لقاو روحهم اريستي plusieurs personnes ont été arrêtées etc. dans le cadre قال لك il y a des corruptions حكمنا عليكم etc. بون كي تحكم على واحد لازم اون بروف طلعهم تريبونال كي راح طلع في تريبونال دو تيزي وزو ابا دونك نحكي لكم على الدوكيمون هذا سا سي دوكيمون تاع لا كور سوبريم اللي راكم تشوفوا فيه خرج في لو 06/9/2012 هذا يا جماعه تاع لا كور سوبريم هذه الدوكيمون هذا اللي نورمالمون يقراوه في لي زانال دو لا جوستيس انترناسيونال ماشي غير ارجوني. واش يقول كي داروا البرومي بروسي داروا ان بروسي وحكموا عليهم حطوهم في الحبس عطاو لهم بلوزيور بان دونك اون فا با رونتخي دون لي ديتاي دي بان باسكو سون براتيكمون 9 بيرسون واحد راح اونفا يا يو دي فيرديكت كي ايتي تري 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 سيفير. لا كور سوبريم كي حكمت كي داروا ابل راحت لا كور سوبريم قالت لهم يا جماعه انا بليس هذا البروسي اللي درتو اللي بيدون ما كاين والو ما كاينش ميم با بلانت با بلانت حتى واحد ديبوزا بلانت ني دبي وورد ما شتكاو ني لو بور دالجي ما شتكا حتى واحد ما شتكا. قلت لهم راه البريجوديس اسكو كاينه خساره
اسكو كاينه خساره في لافير هذا؟ اسكو الناس هذو خسروا لكم داو دراهم كتاع توجور اوكين بروف؟ اسكو كاين دي تراس دي تراس دو كوربسيون دو بوت فان؟ اوكين بروف. اكور سي با ايتي شوكي سيت سيت قالت لهم بلي لا بروميير لو بروميير بروسي اللي درتو ايتي بيدوني معناتها مخدوم مخدوم مخدومه اللعب مخدوم. عاودوا حسب عاودوا اشمع عاودوا كومونس روجوجي سيت افير دوبوي ديبي. بون راك تعرف لي بروسيدور اكسيتيرا جوديسيير ان ارجيري سي انورم لو طون كو سافا سو جوجي اكسيتيرا. عباكم لي فامي اون كومونس ا اكرير عندنا هنايا دي كوري باسكو هذا المهم هنا المتهمين ونراهم في الحبس في الحبس في الحبس. لي فامي تاع داروا ان كوليكتيف كوليكتيف دو سوتيان بور لي بريزون دافار دو بور دارجي ولاو يديروا لي سو لي راسومبلومون قدام قدام نوطامون وزاره العاد العداله. بعثوا دي كوريي بعثوا ورق رئاسه الجمهوريه بعثوا الصحافه الله فير خلاص يا جماعه كاع الناس كيفاش ترفدوا مالينا وترميهم الحبس سون اوكين بروف؟ كاسكو مون با واش دار بابا ولا اخت خويا واش دار باش تحطوها في الحبس؟ بون مالوروزمون او كور دو سيت هيستوار يا ان درام واحد من لي من لي من لي بريزوني كي ايتي اون بريزون اللي هو لو جيرون تاع لا سارل ترانزي ترانزيمكس اي اي مور اون بريزون مات في الحبس تو سامبلومون مات في الحبس في لا بيريود هذيك اللي كان لا بيريود مات في الحبس تو سامبلومون يفو دي لافي قتلت القنطه تو سامبلومون لي طومبي مالاد لانجوستيس اكسيتيرا الوغ كو لا كور سوبريم ديزي كليرمون في الدوكيمون هذا بلي اوكين بروف. دونك فو دوفي ابسوليمون تعاودوا تعاودوا البروسي من الاول تعاودوا تعاودوا تحاسبوهم اكسيتيرا. السيد مات في الحبس دونك راح غلط تو سامبلومون. ما علينا شوف بعد واش صرا نعطيك دات باش دخلنا في ليستوار شوف واش صرا بيان. ومن بعد كي بداو يحاسبوا ويشارعوا يحاسبوا ويشارعوا عاود ولا التريبيونال تاع تيزي وزو اي لو 20 جودي سمع مليح لو جودي 22 سبتمبر 2016 صارت حاجه وين الصحافه الجزائريه ما تكلمتش عليها بطريقه غريبه. وصل لو 22 سبتمبر 2016 في تيزي وزو اون بلان تريبيونال اون بلان تريبيونال كان واحد ريسبونسابل اون جوج هذه لا جوج يعيطوا لها فاضله بو عمران. واش قالت لهم؟ قالت لهم بلي صح الدوسي هذا مخدوم. لا جوج قالت لهم قالت لهم يا جماعه اون بوبليك هايدا دوفون دوفون لاسيستونس الناس كانوا تما لي فيكتيم لي فامي تاع لي فيكتيم لي فامي تاع الناس. قالت لهم الدوسي هذا راه مخدوم وقالت لهم اني ابسوليمون غير جوجي في السكوندال هذا وقالت لهم اني مونتي دو توت بيس. حتى لافوكا مقان ايت العربي الى بخي لا بارول وفاهمهم بلي يا جماعه واش صاري كيس كي سي باسي. قال لهم ميم لا جوج هذه قالت لهم فو اغيتي سو ماساكر كيما قال لهم مقان ايت العربي لافوكا اللي هو معروف اون فون بارلي افيك سيتيرا الى بروميير فوا دون ليستواغ لو نون دان كولونيل دو دي اس عطاو اسمو دون في التريبيونال هذا. ايزون سيتي لو نون تاع الكولونيل سوفيان وقالوا بلي هذا الكولونيل اللي تخاي لو دي اس هو اللي خدم لافير هذه اللي عجب واللي على جالو الناس راحت الحبس ومنها ناس ومنها واحد مات مسكين راح غلط. سي با بريمير فون دون تريبيونال اي سا ايتي برونونسي اون بوبليك. علاش عبدو هذاك اون بوبليك خدم هذه القضيه؟ علاش 12 مليون دورو دو مارشي لوبجيكتيف ايتي دونفي هادو الناس اللي داو المارشي باش يعطوها مواد اخرين يصحابهم المال المال لارجون رو افيغل او موند جي يقول لك يقول لك لامور رو افيغل اون الجيري سي لارجون كي رو افيغل. دونك اي فالي ابسوليمون ايكارتي هادو لي تروا زونتربريز ما يحبوش يجبدوا روحهم بور لي رومبلاسي بار دي زامي ولا بار دي زوبيراتور لي ياكلوا تشيبا معاهم. سي اوسي سامبل كو سا. سا سي با مو كي لو دي سا ايتي برونونسي سا ايتي برونونسي قدام في التريبيونال نقول لك اون جوج عطيتكم اسمها وان افوكا الا برونونسي. زيد نكمل لك لي بال عندهم بور دالجي سي اون اونتربريز سي اونتربريز بورتوير لي بال لونتربريز بورتوير دالجي. لافوكا تاع لي بال قال لهم يا جماعه احنا ما جامي ما ديبوزينا بلانت وجامي ما صارنا مشكل في الحكايه هذه احنا يعني هما استعرفوا بلي ما فهموش دوسي علاش تبنى بس كيف دي كادر بس كي دخلوا تسعه هذو الناس تسعه اللي دخلوا الحبس شكون اللي دخل معاهم؟ ما دخلش معاهم غير لي جيرون غير المسيرين الخواص تاع هذوك المانيتونسيونال حتى دي كادر مع لي بال رفدوهم. كي تفدو في الكادر لي بال الوغ سي دوباي دي بي وورد ديت لابيل دوف سي با لي بال واش دخل شعبان مع رمضان يعني رفدوا ناس وخدموا افير جوست باسكو كاينه تشيبا في اللعب. صارت ما صرا كملت لافير لحد الان راهي في لاكور سوبريم راهم يلعبوا بين لاكور سوبريم لحد الان هذاك الوقت من 2010 خويا مروان تروح لاكور سوبريم تعاود تولي تريبيونال تاع زيزي وزو من تريبيونال تاع زيزي وزو تروح لاكور سوبريم ولات بيك بونغ يعني ونلعبوا يعني يلعبوا بكرامه الناس ويلعبوا بيان سور اي فو باسكو ان اري دون فوت لا كوزي اون va parler avec notre invité qui est avocat avec nos invités qui sont spécialistes on va expliquer les procédures techniques نتعمقوا شويه في الافير. انا نحكي لكم الشكليات باش تفهموا يا جماعه بوثيقه
Ouais, c'est ça. Il y a dans un tribunal, il y a avec des dates, il y a avec des noms que allez dire type, allez dire marché, parce que la Cour suprême a dit que le procès des directeurs, ou allez dire vous l'avez condamné à 4 ans de prison, c'est ça? C'était à 4 ans de prison, si je me souviens. C'est à 4 ans de prison. La plupart, ils ont été condamnés à 3, entre 3 et 4 ans de prison. ورماهم وحطوهم ولحد الان كاين دي بان كونت ريدويت كيما في لافا تاع 22 كيما لافا تاع تريبيون تاع تيزي وزو حكيت لكم عليها ils ont commencé à réduire des peines etc mais ils veulent pas reconnaître بلي لافير هاي اوفيسيالمون ما حبوش يعطوا البراءه لهذو الناس اللي راحوا غلط راحوا غلط وثانيا حنا حبوا نعرفوا اين هو الكولونيل سفيان Pourquoi Wahed Mahawus Saleh? Pourquoi Esmo Khrej dans un dossier qui met Hada en plein? Il n'a pas été convoqué. Il a été uniquement mis à la retraite. Wahed Mazad Hawus Saleh, ce qui est quand même très grave. هاي العدالة كيفاش تمشي خويا في بلادنا وهذه راه في اونكور اون فوا ان ميريت ان دوكيومونتير باسكو سي بوتيت انا مون افي كصحفي شفت لي فيلم وشفت لا ميسونس فيكس عندي في ستار وورز وما شفتهاش نقول لك او دو لا دو غيل وما شفتهاش اون افير وترفد ناس في الحبس بربع سنين بثلاث سنين بلا اوكين بروف وتخلي حتى الان مساكن يجروا ويروحوا بلا كور سوبريم تريبيون تاع تيزي وزو حتى واحد ما حاب يفهمهم واش صرا وانا رايحين